السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو سميه؟ سميتي يوسف. خي يوسف قلتي لي انت عندك مشكل من بعد ما جاتك الاستفاده، استفدتي بحالك بحال الناس، لكن دابا حاليا انت لقيتي مشكل في الكريدي باش انك تكمل الطريطه ديال الدار اللي هو 8 ديال المليون باش يمكن لك تدخل لهذيك الدار وتجمع الوليدات ديالك، البنيه ديالك والمراه ديالك. تقول عاود لي من الاول وانايا معاك. السلام عليكم الخوش. خويا العزيز، حنا كنا تنسكنوا في حي المحيط في البرارك ديال تما، سيدنا الله ينصرو حيدنا من العيشه ديال الوسخ وعطاونا سكنه زوينه تليق بينا. هذاك الشيء اللي كاين وزاره الاسكان خدموا معنا، الله يرحم لهم الوالدين، عطاونا كل شيء ديالنا، الوريقات كل شيء مقاد، كل شيء مريقل. توصلنا للعمران والبنكه، دابا تمشي عند العمران تيقولوا لي سير راه من حقك غتاخذ من عند البنكه، بنك الشعبي اللي تنخدموا معاهم، تنشدوا البروجيات مع بنك الشعبي، سير البنك الشعبي، تيحدوا لي بنك، تنقول لهم اين بنك الشعبي، اين وحده، تيقولوا لي احنا ما نعينوش لك اين وحده، انت يا سير وراه غيقبلوا. مي تمشي للبنك الشعبي تندفع الطلب، تيقولوا لي اخويا حنايا هاد البروجيات حبسناهم، حنا هادشي ديال الرباط ديال البرارك سالينا معاهم. هادشي اللي كاين. وانا دابا مي قالوا لي هاد الهضره، قالوا لي دفع شويه، مشيت تنخدم على راسي وكاري وراك عارف ومزوج وعندي بنيه وتنتقاتل مع الوقت ومن هنا ومن هنا. مشيت جمعت واحد البركه واحد جوج المليون دفعتها، مشيت للعمران عطيتهم جوج المليون على الوراق باش ندوزها لهم، كلشي قانوني من الشعبي دوزت لهم جوج المليون. تيقولوا لي الدوسيات حبسناهم، هادي من هنا تيقولوا لي الناس كنا عطيناهم شحال هادي، مي دابا سالينا هادشي هذا. وهادو راه اوامر ديال الملك ديال سيدنا الله ينصرو باش حنا نسكنو، باش حنا نخلصو الطريطه ديالنا ونسكنو بواحد السكن لايق بينا. وانا ماشي شي واحد لي زوفري، راه السلطات عطاوني استفاده، راه تمجوج وعندي بنيه وميمكنش لي انا نبقى دابا تنخلص في الكرا. دابا راه خويا اقسم بالله العلي العظيم اخوتي المغاربه، وما كاين ما نخبي عليكم، الا دابا راه طالع في 3 سنين والزياده باش انا كاري، وهي عندي الوكاله ديال الكرا تنخلص 700 درهم دابا ديال الكرا، وانا 700 درهم دابا 3 سنين كون قسا عليا من الطريطه، وداري اقسم بالله العلي العظيم العماره كلشي سكن، باقا داري اللي مسدوده في مشروع النعيم في تمسنا، اللي عارف تمسنا راه في مشروع النعيم ديال الاستفاده هذوك ديال البرارك ديال ورا. تمشي اخويا تيتيح لي السيكيريتي تنطلع تنشوفها، وانا ما باغي لا نبيع لا البون ديالي لا والو، كنت باغي نبيعه وكون بعتو. انا باغي نسكن، انا باغي نسكن ومرتي وبنتي. وخا معاك في هذه النقطه يوسف، واحد الاحساس شويه قاصح، كتشوف دارك ولكن ميمكنلكش تدخل ليها. وانا دابا فيه البكي يا خويا، علاش؟ حيت انايا واحد العبد ضعيف، ما لقيتش شي واحد لي مهما درت هادشي هذا، راه هذا هو الصوت ديالنا اللي تتوصلوه وحق الله. ما كاينش اللي يساعدك، ما كاينش. تندخل عند المدير تنبكي عليه، تقول لي احنا ما علينا والو، اقسم بالله العلي العظيم، تقول لي هادشي تيجي من كازا، وانا ما دير شي حاجه ماشي قانونيه، انا باقي صغير عندي 26 عام، من حقي ناخذ كريدي؟ ما عمري ما فيت لي خديت شي كريدي، تنبيع ونشري في الديسير، عندي طابله ديالي، راه عندي كلشي اخويا قانوني، ما تنكذب ما والو، والوريقات ديالي، عقد الزواج، حاله مدنيه، البون، شهاده الهدم باش ريبت، تقارت ولا لا يلاه، منين غنزيد انا ندفع؟ واش انا شاري باش نبقى ندفع؟ انا غير مستفيد اذا تيتساعدوا معاك. مستفيد راه تيتساعدوا معاك، تتكون خدام غير مياوم، تدير تصريح بالدخل عند المقاطعه بما تتشد قدا وقدا، تديها البنكه تتخرج لك واحد 700 درهم في الشهر، واحد المده ديال 20 عام ولا هذه تبقى تخلصها. هادشي انا اللي بغيت، انا ما بغيت حتى شي حاجه اخرى من غير هادشي هذا، انا ما باغي حتى شي حاجه اخوتي المغاربه، انا بغيتكم غير تعاونوني بالبارطاج وبصوتكم وناخذ حقي اخوتي المغاربه. راه حنا دراوش بعضياتنا، ما كاينش اللي يحن علينا من غير بعضياتنا، اللي تنحنوا على بعضياتنا وصافي. انا ما بغيت حتى شي واحد، ماشي تنصاب ولا تنكذب، انا بغيت خوتي المغاربه غير توقفوا معايا، هاد الناس ديال البنكه ولا ديال العمران يعيطوا ليا ويشوفوا الدوسي ديالي ويشوفوا كيفاش هاد المشكل ديالي، كيفاش ما انا ما نسكنش، والمجموعه ديالي كامله تما في النعيم في تمسنا كلشي ساكن، وداري انا مسدوده، اقسم بالله العلي العظيم مسدوده. وتمشي تيبقى فيا الحال، تنشوف داري مغبره تندخل ليها، الناس كلهم داروا الحديد، سكنوا بوليداتهم، كانوا معانا حتى هما في البرارك، وانا اخويا راه ضعت. وراه انتم اخوتي المغاربه راه نوريكم، اقسم بالله العلي العظيم، انتم راهو التماره، ماشي شي واحد اللي تنخدمها تنبيع على راسي في الديسير، خديمه على قد الحال. يعني شاب مكافح كيف ما مكافح اخويا، وما تنكذب ما والو، هادشي اللي كاين. وتنخلص دابا راه انت تنخلص اخويا، تنخلص الكرا، اقسم بالله العلي عاد، علاش في بلاصه هذيك الكران خلصت الطريطه ديال داري؟ وهذا المشكل هذا راه ما بغيتش انايا، ما بغيتوش يوصل لهذا الشيء هذا، والكران ما قيتش يد المساعده والو،
ما خليت فين مشيت، ما خليت اي بنكه، ما خليت على من بكيت، ما خليت على من شكيت. مشيت عند وزاره الاسكان، وزاره الاسكان قالوا لي من حقهم ما كتبوش عليا، قالوا لي وزاره الاسكان حنا سالينا معاكم خدمتنا، عطيناكم بونكم، عطيناكم مسائلكم، نتوما دابا منكم العمران يعني عطاوك الاستفاده ديال ما ضيعوش، ما ضيعوناش اخويا، ما ضيعوناش، ما ضيعوا حتى شي حاجه. دابا اخويا ما نكذبش عليك، القايد خدم معانا، المقدم خدم معانا، مسكين كلشي خدموا معانا الله يجازيهم بالخير، الا هاد الناس ديال العمران والبنكه. العمران تيقولوا لي راه البنكه ما تنتحكموش فيها، اذا انا ضايع، الا ما كان حتى واحد يتحكم في هذا الشيء انا ضايع، انا واخد حقي واخد بون ديالي وضايع اخويا ما ساكنتش. انا الله انا كون قيت، انا كون قيت 8 مليون ما نكلاش نخلصها كاش وندخل لداري، واش فهمتي؟ نخلصها 8 مليون كاش ما نهزاش كريدي كاع. راه لا اله الا الله اخويا، راه وليت راه صافي والله الا وصلت لي العظم، اقسم بالله العلي العظيم والضغوطات، وانا داري تبارك الله راه فيها جوج بيوت وصالون ولايقه بيا ولايقه بمرتي وبنتي، وانا راه دابا كاريبيت اصاحبي، اقسم بالله الاكاليبيت وكوزينه وتنخلص 700 درهم والبعد، وانا باغي نسكن في تمسنا وهادشي اللي كاين اخوتي، وانا راكم كان عندي اقسم بالله العلي عادم تزيد ندفع 8 مليون خلصها حتى انا ما نديرش هادشي هذا. ولكن اضطريت ما قيتش شي حد اللي يعاونني من غير هاد الناس هادو مساكن هما اللي توصلوا صوتنا، توصلوا لخوتنا المغاربه والجاليه المغربيه، الله يرحم لكم الوالدين، ما وقفوا معايا وعاونوني غير بالبارطاج، وين هاد الناس وقفوا معايا يشوفوا هاد البنكه علاش ما بغاتش تعطيني الكريدي. انا ما في عمري 26 عام ما عمري واخد كريدي، مجوز، ما عنديش شي حاجه اللي على زعما اللي ما يعطيونيش. هادشي اللي كاين حيت انا دابا قانوني، كلشي عندي قانوني، كلشي اخويا ما فهمت والو، اقسم بالله راه الحرقه راه شاعله ليا في قلبي، راه اقسم بالله العلي العظيم انا تنعيش في العذاب، ويوميا تنبقى نقول عندك يديو لي داري، عندك يبيعوا لي البون ديالي، عندك السمساره هذه، عندك هذه، وليت مخلوع. هادشي اللي كاين اخويا راه لا اله. واخا يوسف كنتمنى ان وانا اكيد ان الرساله ديالك غادي تكون وصلت، انا غادي ناخذ الرساله ديالك الاخيره، انا كيف ما قلت الرساله ديالك غتكون وصلت. فمتابعينا الكرام، فغير للتوضيح اكثر، هو يوسف واحد الشاب اللي كيف ما قلت من بعد ما استفد، يعني الدار ديالو دابا هي كتسناه، فقط عنده مشكل في 8 ديال المليون قانونيه، وانت شتي ها هو الملف ديالي كامل هنايا فيه الوريقات قانونيه، اقراهم الدري وتاكد منهم. وسيدنا الله يرحم لك الوالدين، راه حيدتينا من الدل وديتينا للسكن، الله يقبينا، الله يخليك لينا ويطول لينا في عمرك، والاسره العلويه وخوتي المغاربه وقفوا معايا، الله يشافيه، الله يشافيه. وانا راه انا من الاوائل، وحشومه والله الا حشومه، ما عندي من غيركم ومن غير الله. هادشي اللي كاين، الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين ويسهل اموركم. انا راكم كانت عندي 8 مليون راه نخلصها كاش اخوتي وندخل نسكن، حيت ما تنكذب ما والو، ندوز لهم فاليدي لهم الفلوس العمراني ياخذوهم. وعاش الملك، والله يرحم لكم الوالدين اخوتي المغاربه، وسمحوا لي بزاف الا قلت شي حاجه ما. شكرا شكرا يوسف، كيف ما قلت انا كنتمنى ان الرساله ديالك تكون وصلت، وانا اكيد انها وصلت للناس اللي كيشوفوا. فقط للتاكيد مره اخيره، هو ان يوسف كيف ما قلت واحد السيد اللي استفد من بعد ما كان كيسكن في واحد البراكه صفيحيه هنا بحي المحيط بالعاصمه الرباط، من بعد ما جاتو الاستفاده لقى مشكل فقط باش يمكن يتسلم الدار ديالو بشكل اخير، هو 8 ديال المليون، كانت عنده 10 ديال المليون، دفعت ياك 8 ديال المليون، بقات لك دفعتي 2 المليون عفوا، بقات لك 8 ديال المليون في كاين المشكل. فكنتمنى ان الرساله ديال يوسف تكون وصلت. من الاوائل كاين اللي ما دفعش، وخذا 10 المليون كريدي، وخذا فلوس النوطير كريدي. انا راه خلصت النوطير، عندي وعد بالبيع، هو عندي وعد بالبيع ديالي، عندي كل شيء ناضي، عندي كل شيء وهذاك. وتخيلوا معايا تنصيب شهاده الملكيه تتوفى، تنعاود عاوتاني نخلصها ب 150 درهم باش نخرج عاوتاني شهاده الملكيه عاوتاني. يعني عندك شهاده الملكيه في سميتك وكلشي. يا خويا صرح ليا بد ما تنشد واحد القدر، وهذاك الوراق هما اللي تديهم زعما للبنكه باش يدفعوا لك الطلب ديالك وتعطيوك الكريدي، وتتبع الطريطه ديالك كيما كي اي توها الناس. هذا الشيء راه عادي وعارفينه اخوتي، ما عندي ما نخبي عليكم. راه لا اله الا الله، راه تحرقت اقسم بالله العلي العظيم، راه احساس خايب. تمشيت نشوف داري تيحل لي السيكيريتي والناس يشوفوا فيا تما، كلشي ساكن، كلشي بدا تيخلص في الطريطه ديالو، الناس حيدوا عليهم عوامات، حيدوا عليهم الديون، بداو تيحيدوا عليهم، وانا باقي ما بديتوش كاع. وانا دابا تنخلص الكرا، وراه السي الدري مسكين هو شاف الكونترا ديال الكرا، تنخلص كونترا فيها 700 درهم، هاي قانونيه، ما كايناش حاجه للكذوب اخوتي. راه لا اله الا الله محمد رسول الله. شكرا جزيلا.